زيارة يوم الخميس، وهو يوم الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.